عبر المحتفلون بعيد القيامة المجيد عن بالغ سعادتهم خلال المشاركة في قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سوهاج، فيما شهدت كنائس ومطرانيات محافظة سوهاج إقبالا كبيرا للمشاركة في قداس عيد القيامة المجيد. إليكم متابعة الزميل محمد رفعت. فرحة عارمة شهدتها كنائس ومطرانيات محافظة سوهاج تواكبا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، فيما شهدت الكنائس والمطرانيات تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الاحتفالات بعيد القيامة وقداس عيد القيامة المجيد. أنا طبيب مصري وكنت أقمت بالولايات المتحدة، والحقيقة يعني مصر بلد جميلة، وأتمنى أن كل يوم تكون أحسن من يوم اللي قبله. بجد مصر بلد جميلة جدا جدا، بس محتاجة أن احنا نهتم بيها ويكون عندنا إخلاص ووفاء ليها. وشعب مصر شعب عظيم، وبجد مصر أي حد في العالم بيتمنى يزورها، لأنها يعني ربنا أخصها بحاجات كتير جدا، حاجات جميلة. مصر سهل جدا انها ترجع تاني، يعني انها تبقى احسن واحسن، وعندنا حاجات، عندنا طاقات بشريه جباره، وعندنا تاريخ عظيم، وعندنا حضاره، وكمان الرئيس عبد الفتاح السيسي ده يعني ربنا اكرم مصر بيه، هو قائد عظيم والعالم كله تقريبا بيحسدنا عليه، ربنا يبارك فيه ويزيده كمان وكمان، ونشوف مصر بلدنا يعني احسن واحسن. بجد يعني انا لفيت العالم كله، وممكن اقول لكم جميعا ان مصر من اعظم بلاد العالم، والشعب المصري من اعظم واعرق الشعوب العالميه اللي هي تقريبا في الاوليات. يعني كل سنة وانتم طيبين. اولا احنا بمناسبة عيد القيامة المجيد بنقدم التهاني لقداسة البابا تدرس، وبنقدم خالص التهاني لجميع المسيحيين، وكلنا طبعا ايد واحدة، مسيحيين او مسلمين كلنا ايد واحدة. المحتفلون من أبناء سوهاج عبروا عن أمنياتهم لمصر والمصريين بأن تستمر مصر دائما في دورها القيادي، وأن تتخطى جميع الأزمات التي يمر بها العالم من حولنا. كل سنة وكل الأقباط بصحة وسلامة يا رب، كل سنة وانتم طيبين، وبنهنئ البابا تدروس كل سنة هو طيب، ويا رب المصريين بخير وسعادة يا رب دايما، ودايما فرحانين طبعا. النهاردة مناسبة سعيدة احنا بنحتفل بيها، ومناسبة عيد القيامة المجيد، وعايزين نعيد على سيدنا الأنبا بخون، بنقول له كل سنة وانت طيب، وعلى قداسة البابا تدروس. وبنحب نشكر كل القيادات الأمنية اللي بدرونا بالتهنئة بالعيد، وعلى رأسهم سيادة المحافظ وكل القيادات الأمنية في محافظة سوهاج. وإن شاء الله ربنا يحفظ حياة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، ويحفظ مصر دايما، وكل سنة وانتم طيبين. كل عام وكل المصريين بخير وفي خير، وعلى قلب رجل واحد. محمد رفعت، طيبة. ترأس الأم إيلاريون أسقف البحر الأحمر مساء أمس السبت قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة للأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، حيث شهد محيط كاتدرائية الأنبا شنودة بالبحر الأحمر تشديدات أمنية من قوات أمن المحافظة، وقد تم فرض كردون أمني بمحيط الكاتدرائية مع التزام المواطنين بالتفتيش على بوابات إلكترونية، مع انتشار الخدمات الأمنية والكمائن الثابتة والمتحركة تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.